الحال في حقنا هذا، حق توقيع عقود مشاريع جديدة بمشاركة الشخص يوسف صبحي الغيز مستشار رئيس المجلس. سعادة المهندس نجيب وإننا في هذا اليوم وأمام هذا الوجوه الكريمة يسرنا أن نعلن عن توقيع عقود مشاريع جديدة في قطاع غزة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 12 مليون دولار أمريكي، وهي البدء بعمل إنشاء 7 عمارات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية في خان يونس، وكذلك أعمال البنية التحتية لمشروع الأمل في منطقة الزهراء، وأيضاً إعلان بدء إنشاء مقر اللجنة القطرية وبيت السفير في غزة. وهنا لا يسعني إلا أن أشكر صاحب الفضل سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على دعمه اللامحدود للقضية الفلسطينية ومساندة أهلنا بغزة للصمود أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها في كافة المجالات. غزة تتجه للأسوأ، لأن أول شيء أن عندك مشكلة الكهرباء، وعندك المشكلة الثانية قطع الأدوية، قطع الرواتب، ناس مرضى كثير، مياه المجاري في البحر، يعني هاي ممكن يسبب أوبئة لغزة. فأي إنسان يشوف أن الوضع حالياً متدهور بشكل كبير جداً للقطاع، وما في بادرة أمل أن يتحسن. المنحة احنا حالياً صارفين تقريباً يعني ملتزمين بكامل المنحة، ملتزمين بمعنى آخر أننا ما صرفنا كامل المنحة، لكن في التزام يعني مشاريع قيد التنفيذ يعني وصل ل 70% و50% و60% و70%. فكمشاريع جديدة حاليا لا يوجد، المنحة تم صرفها بالكامل مع الالتزامات، لم يتم صرفها بالكامل لأن المشاريع لم تنتهي، ما انتهت حتى الآن. فكمشاريع جديدة قصدك مهم، حاليا لم يعتمد أي مشروع جديد. سعادة السفير المهندس محمد إسماعيل العمادي على هذه الكلمة الطيبة. أما الآن طبعاً نشير إلى أن هذه العمارات السبعة في مدينة حمد تقام وتنشأ بأموال وعوائد وأقساط المنتفعين. I'm